منتابع حلقتنا الخاصة بالتجميل وبصرنا هلأ نستضيف سيدة اختبرت التجميل بكل حياتها وكانت مرجع للسيدات بمجال العناية وتجميل البشرة. أهلا وسهلا بليلى عبيد. شكرا لإلك. كيفك؟ بخير الحمد لله، إن شاء الله دايما. أهلا وسهلا نورتينا. وأيضا كيف بنختار ألوان المكياج اللي بتناسبنا، وهل ممكن نعتمد موضة المكياج على وجهنا؟ هالأسئلة كلها بتجاوبنا عليها خبيرة المظهر جانين أسمر. أهلا وسهلا فيك جانين. هاي كيفكم اليوم؟ الحمد لله. الميك اب ظابط تمام. الألوان علينا بيرفكت. ما أنت وارم وملابسة بني كتير منيح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك جانين. على فكرة بيقولوا اللون اللي لبستيه من أجمل الألوان على الكاميرا، صحيح هذا الشيء؟ صح صح صح. اوكي، ومن اللي بس من الالوان اللي بتلبق لي يما اذا حلوه على الكاميرا ووجهي ما طلع حلو ما بنلبسه. معك حق. ليلى، اليوم حبينا نخصص فقرتك للسيدات بعمر الثلاثينات، رح نقوم بمكياج خاص لهالعمر هيدا. خلينا هيك نحكي شو بيصير او شو بتختلف ببشره السيده بهالعمر. يمكن تتفاجئي انه سن ال 24 هو بدايه التقدم بالسن، ما بدنا نسميه اكثر لانه بصير في تراجع بكثير مكونات بالجلد، بالكولاجين، بالالاستين، بفورمه العضل بالوجه. مشان هيك بنشوف حالنا عم نبلش نتجه بالجرافيتي لتحت، هون ببلش يصير في اتجاهات كيف نغير ونحسن معالم الوجه، انه نعمل هايلايتنج، كونتورينج، تما يكون الوجه عم بيصير فلات، نشتغل انه يكون التشن اطول، نشتغل على الاوفل بالوجه لانه على التمبلز هون لما بنشتغل بنعمل ديفينيشن انه يكون اقل، يبين الوجه اضعف لانه ببلش احيانا نهمل الوزن وبصير في تبدلات بالوزن بنبين اضعف، ويفوكس كيف بدنا نحلي الاشياء يلي هي حلوه ونشتغل انه نعمل كونتورينج على الاشياء يلي بلشنا نحس انها عم تتغير. بي شيب، هيدا اللي خاوت الدنيا البي شيب. بس اذا كان غلط البي شيب مش معناتها لازم كل الناس يكون عندها بي شيب، لازم واحد يعرف شكل وجهه، الديفينيشن يلي بده يعمله، شو الاوت لايننج يلي رح يكون. هون هي دراسه خاصه مش انه از سمبل مثل ما بنسمعها. طيب ست ليلى، خبرينا اكثر شو معقول تكون بحاجه البشره، بما انه ذكرتي فوق ال 24 ببلش تتراجع لورا، لشو بتكون بحاجه؟ بحاجه لتدعيم مكوناتها الاساسيه يلي هي مثل ما سبع وقلنا، يلي هي الدهون، المي، الكولاجين، الالاستين، الفيتامين، كل هيدي هي فروم وذن كمان. ما فينا نركز بس نقول شو بدنا نعمل من الخارج، بدنا نكون منتبهين لحميه غذائيه كثير مركزه، ولا مكونات شبيهه لمكونات البشره بالكريمات، بالعنايه، بطريقه برنامج العنايه اللي هو تنظيف البشره، تغذيتها بالليل، تنظيفها صباحا ومساء، وترطيبها صباحا، وحمايتها من اشعه الشمس وخاصه تحت الميك اب. وغير هيك يمكن كمان البيلينج والماسك كثير مهم وشي ضروري انه تكون في السيدة. لما بنشوف انه صار في تباطؤ بتجديد الخلايا صراحه يلي هي بتبلش بسن ال 30، هون بصير نحن بحاجه انه نعمل سكن ريجوفينيشن. سكن ريجوفينيشن يلي هو البيلينج، يلي هو مش البيلينج يلي بنسمعه يلي كثير ديب بيلينج، يلي هو البيلينج يلي بيعمل ديسكوميشن، يلي بيقدر يشيل الطبقات الخليه الميته، لانه بصير في تراكم من الخلايا ميته بهالسن وصعودا. هون بنبلش نخفف من هالطبقه الميته اللي هي الديد سيلز، ان كان بالكوجيك بيل، الفا هيدروكسي اسيدز، فيتامين سي، اكيد بوجود الطبيب بيكون في تخصص لموقع كل شيء وكيف بدنا نختار الاشياء لحتى تكون دائما هي الانسب. ست ليلى، خلينا نقوم انا وياك نبلش الميك اب قبل ما يدهمنا الوقت لانه ممتع الحديث معك بالفعل. انا حضرت الموديل وهون اذا مثل ما عم بتشوفي اشتغلت شوي على هايلايتنج وكونتورينج خفيف. نعم، لانه هذا اللي خرج النهار. ايه، ما بدنا انه الهايلايتنج والكونتورينج يكون كانه صرنا موناليزا. نعم. يعني نحن منا الست العاديه، منا قدام كاميرا لحتى تصير كثير فلات اذا قوينا. هون انا اعطيت طبقه بسيطه خفيفه، الباودر خفيف، ودائما نفكر انه الميك اب هو لحتى
حتى لما بنستعمله يعطينا نضاره يعطينا اكلا. والست اكثر شيء بسن 30 بتبلش تفقد النضاره صح. وهون نحن بحاجه لحتى نضوي. رح ناخذ شوي تاتش اوف ميك اب. شو الباودر يلي حطيتي لي باودر؟ كومباكت باودر مش لوس باودر. انا بفضل لما بنستعمل الكومباكت باودر بيكون هيك ايزي وهيك بيعطي التاتش اللي بدك اياه، خاصه مثل ما عم نشوف على الكاميرا كان بشرتها فيها شويه بيمبلز ما صح. في كان كثير انتباه لبشرتها. رح نقي قلمين كثير بسيطين يلي هن البني. بتحبي احمل لك شيء؟ لا ما عليه، بس لانه موقعهم كثير واطي. رح نختار قلم اسود. اوكي الاسود هون هيدا الاسود. ورح نجرب ناخذ اي لاينر براش. اوكي ومن هنيك رح نجرب ناخذ شادوز. هالشادوز شو الالوان اللي رح تستعملي؟ بني اورنج وبلاك. نعم وبزيت الوقت رح اخذ هايلايتر لحتى يكون في عنا هيك تحضير شوي مهضوم اكثر بالميك اب. اوكي انا بمسك لك اياه هون هولي. لا ما عليه معوده. سو بدنا نعمل كوش كثير رقيقه من الميك اب، بس بدنا نسمك بالباودر تحت العين لحتى نترك فيه نضاره هون لعزبي. فحتى لي نعطي هيك كانه مضوى تحت العين. ذاتس ات. وهي هيدا اللون البودر اللي حطيتي لها اياه كانه شوي جاي على روزي تحت العين. شوي بيج روزي. بيج روزي. بحب كثير الابيض وخلطته شوي مع ليلا. عم تلاحظي ما عم بستعمل شيت، عم بستعمل بس قلم. صح. كلوز يور ايز بليز. ورح نجرب ناخذ اتجاه بالميك اب يلي بيعطي العين مضوية، وبدنا تكون العين مور ديب دايما. بالميك اب بنشتغل انها تكون مور ديب، وبنشتغل على هالشي هيدا بطريقة كيف نسحب فيها العين. وانا هون عم جرب انه استفيد من وسع عينها لانه عينها واسعة. هلا رح نعمل ميك اب، هذا خرج مناسبه ولا خرج نهار ولا هيدا الميك اب يلي بدنا يستفيدوا يلي عم يشوفونا انه بيقدروا يعملوا اي شخص. نعم فيري ايزي. جدار تري هون بالال بي سي بتمشي بكرسي واحده بس لنقدر ناخذها مزبوط. لا بس حبيت عم جرب قد ما في اعطي الدبس بالقلم لانه انا بدي الميك اب ما يعطي ميك اب عادي، بدي يعطي وكانه عم نشتغل على كريس العين لحتى كمان يصير فيها دبس اكثر. بنعرف انه هيدا البارت يلي هو كونتورينج هون لما بيكون في عنا ضوء جوات العين، وعم نجرب قد ما فينا نعطيه كونتورينج بغمق اكثر بهيدا البارت. لحظة صار جاهز تقريبا تنبلش ميك اب. صح. واللون البني اللي اخترتيه منه لون كثير غامق، شوي جاي على لون احمر هيك شوي اورنجي اكثر شوي. اوبن اب بليز. وبدنا نجرب انه هالميك اب نتعلمه كثير بسيط. وهيدا لاي فورم عيون بيلبق؟ كل عين فينا نعطيها هالكريس الناعمه انها تكون احلى فيها. ما عم نروح على سموكي ايز، ما عم نجرب نعطي بالعين ميك اب كثير قوي، عم نجرب بس نعطيها بساطه بطريقه انه كيف نعطيها ضوء. اوكي سو هلا بدنا نعمل شويه استومباج للقلم يلي حبنا. نعم مثل ما عم نشوف هالاورنج كلر يلي استعملناه. اوكي عم نجرب انه نستفيد منه. كلوز يور ايز. رح نكفي نحن بالميك اب انا وياكي اكيد ليلى، ولكن هلا رح ننتقل شوي لعند جانين ونيفين. اوكي والكاميرا هيك شوي شوي بتطلع علينا تسرق.
يلا هلا نانسي ما في احلى من نروح عند ست ليلى عبيد هي تهتم لنا بالميك اب، هيك ما بنعطي الهم شو بدنا ننقي اي الوان، ولكن اذا كل يوم نحن بدنا نحط مكياج لحالنا بالبيت وبتشوفي هالمشكله عند الصبايا بيروحوا ليشتروا المكياج بتلاقي قد ايه في تنوع بالالوان وبالماركات وبنحتار وبنضيع. حلي لنا هالمشكله يا ست جنين، وكمان دائما بتلاقي في موضه بالمكياج ولكن مش كل شيء بيلبق لنا، فكيف بدنا ننقي هالمكياج اللي بيلبق على بشرتنا وايمتى بنروح صوب الموضه وايمتى لا؟ تفضلي جنين. هلا اكيد نحن وقت بنروح عند بروفيسيونيل مثل مدام ليلى عبيد هي بتكون بتعرف كل الاشياء اللي رح نقولها اليوم، بس انا كنت وعدت المشاهدين انه هن ببيتهم يصيروا يعرفوا كيف بدهم ينقوا. صحيح. اهم شيء يعرفوا شو الالوان اللي بتلبق لهم. الالوان بتنقسم اثنين، الالوان الدافيه والالوان الغام البارده. كان عندنا صور ما بعرف اذا رح نقدر نشوفهم. هلا انا وعدتهم بالبيت كيف يعرفوا، هي وحده من الطرق انه يطلعوا على الشريين اللي على هون مثل ما مبين بالصوره، الشريين اللي على الايد. على الايد اذا ميله على اخضر يعني بيكونوا هن الوانهم دافيه، وإذا ميلين على أزرق بيكونوا هن الألوان الباردة. وواحد طريقة تانية لأنه عادتهم بالبيت يقدروا يشوفوا بحطوا حيالله شيء ذهبي، يمكن أكسسوار ذهبي، يمكن تياب عندهم ياهم فيه ذهبي، بياخذوا شيء ذهبي وشيء فضي وبحطوها على وجههم دغري. إذا كان الذهبي بيطلعوا بالعينين بيضووا العينين اكثر بالالوان المناسبه. انت لابس اليوم اللون اللي بجنن لاليك اللي هو اللون الدافي يلي هو اللون البني. هلا بليز كثير ضروري نعرف انه اللون البني مش معناتها اللي بس للي عنده الالوان الدافيه، يعني اذا واحد بيلبق له الذهبي مش بس هو بيلبق له البني، في البني البارد، البني البارد بيصير الشوكولا يلي بكون حغمة شوي. اوكي هيدا للالوان البارده البني اللي عم تحكي عنه، ممكن البني الشوكولا بكون للالوان البارده، والبني اللي قرفي اللي انت لبستيه بكون للالوان الدافيه. نحن بنقسمهم مثل الطبيعه، اذا بنطلع بالطبيعه الخريف اما يعني لوتون الاوتن بكون الالوان الدافيه وفوق اللون اللي بيكون فيه ازرق اكثر، وتحت بتلاحظي انه في الوان صفراء اكثر. هيدي هي. طب كمان بترتبط معقول بالاشخاص يعني مثلا اللي بتلبق لهم الالوان الدافيه عاده بتحسون بحبوا هالالوان او هيدا يعني النوع من الطبيعه اللي شفناها، والاشخاص اللي بيميلوا للالوان البارده او تلبقهم يعني معقول تاثر على نفسيتهم؟ يعني انا بين الصوره اللي قطعت عم نشوف كنا الثلج وشيء ازرق فوق. صح. انا دغري بتجذبني الصوره اللي تحت تريح لي نفسيتي. هلا بتريح لك نفسيتك هي انه واحد ينقي اللون المناسب لإيده. دائما انا بقول له مش للمنظر بس للنفسيه، نفسيتك وقت تكوني عم تلبسي الوانك بتكوني مرتاحه اكثر، مشان هيك اوقات بتوعي بتلبسي ثيابك وبتطلعي وما بتعرفي ليه ما بتحسي حالك مرتاحه. اذا بتطلعي مزبوط بتكوني مش لابسه الالوان تبعي. هلا انا هون حبيت اقول لهم للمشاهدين انه كل الالوان فيكم تلبسوها، بس اذا دافيه يعني بتكون الالوان اللي فيها احمر اكثر اصفر اكثر. هون اللون مثلا الاحمر نقيته، الورم يلي فيه اصفر، الاحمر اللي فيه اصفر اكثر مثل على يمين الشاشه، هيدي ليلي الوانهم دافيه مثلك انت. اذا بدك تلبسي احمر، اذا شي مره حبيتي تحطي روج ليف احمر بتنقي هيدا الاحمر. حتى الفرني مثلا، حتى الفرني. حتى الفرني. واذا كانت الوانك هي مش يعني البارده بيلبق لك البوردو، اما مثل نانسي مثلا ديفينتلي بوردو ما بيلبق لها، انت اللي على اليمين وهي اللي على الشمال. هلا هون حبيت بس جنين بس بدنا نذكر المشاهدين انه بحطوا هالالوان من دون مكياج، اكيد بده يكون وجههم ليشوفوا شو الالوان اللي بتلبق لهم، بس نرجع نذكرهم بنوقف قدام المرايه بلا ميك اب الافضليه بنحطهم قريب على الوجه وبنطلع بالعينين، العينين بيضووا اكثر، هون بنحس انه بينشقل اكثر، وبنلاقي انه البشره ضوت، اذا حطينا الالوان المش مضبوطه
تفرق أوكي. معنا دغري أوكي. هلا المهم وقت قلنا راحوا لينبشوا اول شيء بشوفوا هيدا التيست، هيدا اول واحد. ثاني واحد لقلن تطمنن بالهم انه هن بيقدروا يلبسوا كل الالوان، مش اذا انا دافيه يعني فيني البس مثل ما قلنا انت عم تلبس البن القرفي، اللي العكس بيلبس البن الغامق. كل الالوان بتنلبس، انما بتتحدد التوناليتي وقد ايه قوه اللون اللي بيقدروا يلبسوه. الكولد بينقسموا على اثنين، الوينتر والسمر. السمر بيكون فيه اكثر رمادي اذا لاحظنا، الوينتر بيكون الالوان اقوى، والوارم هي اللي الخريف بيكون الوانه فيه اصفر اكثر بس الالوان الارضيه اكثر، والسبرينج يلي هو بالربيع بيكون الالوان فرحه اكثر. هون قسمتهم اول شيء اذا بتقدر الكاميرا تشوفهم اكيد الوان الفرجي، انه انا رايحه لنقي الوان. شو معناتها؟ في الوان ما بلبسها؟ بلا، اذا واحد بيطلع مثلا بهيدي الباليت تنقول في ازرق وفي ازرق، بس اي ازرق بالمكياج في أحمر. نفس الشيء هون كل شيء عم تحكي هلا مرتبط كمان اكيد بالمكياج. اذا بنشوف الصوره اللي بعدها بتتوضح لنا اكثر. هون مثل للازرق، كلنا فينا نلبس ازرق بس اللي بيكون وينتر بيكون اقوى، السمر بيكون فيه قلنا رمادي بيهبط اللون شوي. الوقت منفوت شويه يعني اصفر على الازرق بيصير هاللون اللي ريتش يعني الديب بيكون بالخريف. ويلي عنده بالسبرينج بتكون اللون اقوى. هون حبيت فرجي الصوره اللي بعدها للمكياج. هيدي مثلا حول اذا بيقدروا يشوفوا المشاهدين مزبوط، اذا بتطلعي كلنا بنلبس كل الالوان بس بتفرق اي احمر اي ازرق اي جنين مقسمين هلا الالوان البارده فوق والالوان الدافيه تحت. صح. وما انه نحن هلا بفصل الخريف، اذا بدك نحكي عن مش لانه نحن بالفصل، نحن لازم تكون الواننا الوان فصل الخريف. الواننا يعني انت هلا انت بنعرف انك انت وارم بس أوكي. ممكن تكوني اوتن وممكن تكوني سبرينج. طب كيف بدنا نعرف؟ كيف بنحددهم؟ نحن وقت يعني الاخصائيه بتكون شغلتهم، بس وقت بنفوت على الالوان تنقي الورم لانه انت ورم. اذا بتطلعي انت عاده بتلبسي هدول الالوان اكثر، صح؟ وهدول بس ما بلبس ازرق ابدا. ما في كثير ازرق لانك انت مش هي، انت هي ان برانسيب، مضبوط. هلا اذا بنطلع لنحكي بالميك اب، هول كلهم بيكونوا للشفاف للضفير للشعر أوكي. كله محدد جوا. اذا بنطلع مثلا هلا اهم شيء الحمرة والفرشو أوكي. هلا اكيد كمان وقت نحط الفون دو تان مدام ليلى اكيد بيكونوا بخبرتهم بيعرفون، بس اذا واحد عم بنقي بالبيت كيف بيعرف؟ إذا أنا طلعت وارم معناتها بدي نقي الأشياء الفرجو اللي فيه أورانج أكثر، وإذا أنا طلعت كول بدي نقي اللي فيه زهر أكثر، يعني هيدا فيه أصفر بيطلع أورانج. يعني فينا نعتبر الصبية اللي ألوانها دافية بتعتمد مثلا الآي شادو والبن الباليت اللي بيجوا هن بيجوا الألوان مع بعض، بن برونز سومون والالوان البارده الالوان الزهريه اكثر، الالوان الزهريه كنا حاطين بالصوره. هي احلى شيء انه واحد يكون معه هالباليت، اذا بيقدروا يشوفوا حدا مثلنا مثلا فيهم يتوجهوا لعندك، فيهم يجوا لعنا بيكون عندهم وحده من هدول، بس نحن بنعطيهم اياها ديتايي اكثر. يعني انا بتطلع دغري هيدا الاحمر تبعي وهيدا احمر كثير حلوه، يعني بتضل بالساك وقتها تعملي شوبينج باي شيء بتعرفي شو الوانك. هلا وقت روحي تنقي الحمره بتنقي الحمره اللي بتناسب بشرتك، وقت تنقي الايلاينر مثلا لازم الايلاينر يكون بالالوان تبعي. ليش؟ لانك بتبيني مثل ما قلنا اول شيء في رونق للوجه، ومن ناحيه ثانيه بترتاح نفسيتك وهيدي اهم لانه بتشرقي ساعتها دغري. نعم. طب جنين اذا بتحبي تنصحي نصيحه اخيره لاي سيده عم بتتابعنا هلا، وهل بتنصحي يمشوا مع موضه المكياج؟
هون اللي كنت بدي أقوله، المكياج بيجي الموضة ما لازم نتبعها 100%، بس أنا بحب أقول إذا حبينا شي لون معين ومنه بالباليت تبعنا لازم نكسره مع لون تاني موجود بالباليت تبعنا، ولتكون اللون هو الأكترية على القليلة تلتين، واللون اللي مش لقلنا يكون شوي بعيد. يعني مثلا اذا حطينا فرجوه حبيناه كثير ما كثير نتكل، اذا نحن وارم، اذا انت حطيتي زهر بتطلعي مثل ببين انك حاطه مكياج، بس اذا صح. انت حطيتي الفرجوه اللي بيلبق لك بتبيني انت طبيعيه وشرقه اكثر. نعم، ثانك يو كثير جنين اسمر على كل النصائح اللي افدتينا فيها، ان شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. وهلا عوده لعن نانسي والست ليلى عبيد. يعني اسم الله على الست ليلى، اذا بتشوفيها كيف هيك 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 هيك، يعني اسرع حدا بيعمل ميك اب. خلص الميك اب مش هيك؟ وي روعه على فكره، روعه روعه روعه. رح نشوفه هلا وانا وياك بنرجع على الطاوله وهيك بنحكي شوي عن الالوان يلي استخدمناه. كثير حلو التالي، كثير حلو كمان. لا عن جد انه الخبره اللي واحد عنده اياها شو بت شو بت شو بتاثر على النفسيه حتى. يعني انا اكيد انت بتوافقيني برايي، بيفور اند افتر، صوره بلا ميك اب كيف الصبيه ومع ميك اب كيف طلعت. ست ليلى خلينا نحكي شوي عن الالوان لهالموسم والالوان كمان. انا تشكرت جنين، افتكرتك حتبقي هونيك. يلا بنكمل الحديث. الحديث عن الالوان هي دراسه ما في شك موجوده وإلى موقعها وكثير مهمه، ولكن الكاركتير بيلعب دور، نفسيتك انت شو بتحبي، مهما الغير اختار لك انت في اشياء بتحبيها، انت بتحبي تطوريها مع نفسك، وبتلعبي بالالوان ما بين ثيابك، شعرك، وجهك. هو باكج كبيره صح. الالوان منا بس هي البيس اوف كالر، يعني انا لوني شو منه شو بدي انطلق. اذا عندي بشره مات، عندي بشره غامقه، عندي بشره فاتحه، الرسيم تبع شعري شو هو لحتى انطلق منه، مش يكون في عندي دايما تبدلات واخسر شعري بس لالحق الموضه او صح. شو الاساسيات بالالوان. لازم يكون في هارموني، لازم يكون في نوع من النظره لحتى نقول انه في اقتناع مع ذاتي للونج بيريد، يعني اكتشف وين انا اجمل، شو الستايل يلي بحليني. وهون لما بكون انا عم بكتشف هالستايل، ان كان بلبسي، ان كان بتمشيطه شعري، التسريحه بتلعب دور، وبذات الوقت مش نتكل على شو موضه الميك اب. ما في موضة الميك اب، في كاركتيري صح. في شو بيلبق لي، وهون بتكون الانطلاق لنكون دائما الاجمل. وفينا نقول الميك اب عنده طريقه ليصغر، عنده طريقه ليكبر، لما بنحط كثير باودر تحت العينين، لما بنستعمل ميك اب قوي، لما بننتقل الليبستيك، كل هالاشياء لها دور انها تكبرنا. ولما بنكون بدنا نبين اصغر بدنا نعتمد الوان افتح اضواء، ونفكر بالسيزنز ما بين الصيف، الخريف، الشتاء، كلها الأمور، الربيع، نحن هلأ خريف عم نميل للأورنج، هون شفتيني للألوان الترابية، ركزت على الألوان الترابية أكثر لأنه نحن خريف، وحتى الطبيعة تبقى تلونت بالأورنج، منشوف كتير هيدي الأشياء لها تأثير على نفسيتنا. نعم، طيب ست ليلى نصيحة أخيرة للسيدات كمان يلي عم بتتابعنا، وبلكي كمان في بعض الصبايا شوي بيمشوا على أنه نلبق الميك اب على التياب، هل أنت مع هيدا الشيء؟ أنا بدي أقول أنه أنا I have my own makeup which I wear، نحن بنقول بلبس المكياج، يعني ما بيكون الميك اب بس تنحطه ونغسله، الميك اب بيلبسنا. أنا بالمرحلة يلي تعرفت فيها على اللي بيلبق لي ولا مرة غيرت لا بألوان الليبستيك، ولا فكرت انه هلا مثل ما بنعرف هيدا الموسم لما ببلش الخريف بنشيل الاحمر بنحطه حدنا، بنضب البيج، بنضب النيود. انا من الناس بالعكس بضل النيود قاعد حدي، بضل الالوان الطبيعيه، وبعتمد الاشياء يلي انا برتاح فيها. اذا انا كنت عم بحكي وحاسه بوردو على تمي بغير موقعي
وكيف تكون انا مرتاحه. لازم نفكر ان بزنس وومن ان بزنس لحتى تكون هالشيء بيشبهها ويكون في تالق لها، مش بس بوجهها بنظرتها بموقعها بالمجتمع لما بتكون عم تعمل. طبعا اكيد. شكرا كثير ست ليلى عبيد لحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك مره جديده كمان جنين. شكرا لحضورك معنا. فاصل، ومن بعد الفاصل رح نشوف اليوم مزين الشعر نيكولا بخازي شو محضر لبرنامج ببيروت.